بون اكيد المباراه اليوم كانت صعيبه، مجموعه ديال الاعتبارات بالنسبه للفريق ديالنا، فكان المجموعه الاعتبارات شي ما كانش صحيح الفريق، فبدينا استعدادات متاخره، انتدابات متاخره، ولكن الحمد لله بتضافر المجهود ديال المكتب المسير اللي حاول يوفر لنا مجموعه ديال العناصر ذات تجربه. يعني المباراه كنا عارفينها مباراه صعبه ضد فريقين اللي السنه الماضيه كانوا كيلعبوا في قسم الوطني الاول، فريق سريع واتزم اللي حافظ على التركيبه البشريه تقريبا كامله 20 لاعب اللي بقات من السنه الماضيه. الفريق ديالنا كان شونجمون راديكال بالنسبه للتركيبه البشريه، يعني ما نخفيكمش ما اشتغلناش شي حاجه اللي كثيره في الثلاث ايام، اشتغلنا على العامل النفسي، ما كانش شيء بدني، ولكن حتى في لي ريكروتمون ديالنا كانوا تري سيبلي، نساعدوا بلاعبين اللي عندهم تجربه يحاولوا يربحونا شويه الوقت على حساب النهج اللي رسمنا. فاللاعبين اليوم الحمد لله دخلوا عازمين باش يحققوا نتيجه ايجابيه. فبدينا المباراه مع الفريق واتزم كانوا حتى تحفظ الجانبين، الفريقين كانوا حتى تحفظ. المباراه الاولى في الدوري كتكون عندها مجموعه ديال الحسابات، فالحمد لله في الشوط الاول استطعنا في الانفاس الاخيره سجلنا هدف بلاعب فكري اللي عطانا واحد الاطمئنان. حاولنا نسير المباراه على حساب المخزون البدني ديالنا اللي كنت متخوف عليه بشكل كثير مع عدم التهيؤ. قمنا مجموعه ديال التغييرات لظروف قاهره بالنسبه للحاله البدنيه اللاعبين، فالحمد لله تاتلنا هدف ثاني عن ضربه خطا اليوسفي. بعد ذلك فحاولنا نغلقوا جميع المنافذ، عرفنا فريق واتزم عنده لاعبين مهاريين، لاعبين ذو تجربه كبيره يقدروا يخلقوا الفريق في اي وقت، ولكن الحمد لله اللاعبين اليوم كانوا مستمتين وحاولنا نسير المباراه وحقنا اهم شيء ثلاث نقاط اللي كان اعتبرها تعطينا واحد الدافع معنوي. ولكن كنظن فريق بدون تهيئ بدني فعلميا فغادي يلقاو صعوبات، كنتمناو نتغلبوا على العائق. يعني هذا الانتصار هذا ما غاديش يغلطنا بالنسبه للحاله البدنيه ديال اللاعبين، فغادي نحاولوا هذا الفاكتور هذا نحاولوا نتغلبوا عليه. وكنشكر اللاعبين، نشكر المكتب المسير، وكنهدي هذا الجمهور الفريق يوسفية برشيد اللي توا كيسهل الفريق يكون قد التطلعات دياله.